ماشيين لنقول موديل 2020 ونحن عم نستعمل على سيارة 2009. حلو. واحدة من هدول لازم تفوت على 2009 لأنه نحن ما حددنا شو اسم السيارة، حطينا OBD كل السوكت من تحت OBD. فتنا هلا أوتوسكان بده يبرم عليهم كلهم وحدة وحدة، آخر شيء بلاقي لنا وحدة بيعملنا أوكي عليها. حلو. منفوت عليها ومنفوت، بس هذا بالOBD بس تشيك إنجن. حلو ممتاز. ولا شيء غير تشيك إنجن. عندنا تاير فريشر ريسيت. هلا لازم نحن نلاقي الريموت، هذا الموبايل ريموت، اودوميتر ادجستمنت، سيرفيس مينتنس، اير سسبنشن. لازم نحن نشوف هلا وين الترانسميشن. نحن هلا بعد ما شفنا الترانسميشن هون، ترانسميشن ما في، ما بيدعم هذا، بس فقط للماكينه. نحن كنا عم نقول انه ممكن في ترانسميشن، نحن وين كنا بالدياجنوز لنعيدهم مره ثانيه، ما عندنا ترانسميشن. يعني فاذا نحن شو اللي هذا بنسميه نحن بالسياره، هذا الشاسي. الشاسي صحيح، ما عندنا الباورترين. اكثر شيء معتمد على الشاسي. اكثر شيء معتمد على الشاسي. يعني باختصار هذا الاكس 100 هو اداه برمجه مفاتيح وبرمجه الشاسي، برمجه بس برمجه مفاتيح وبرمجه عداد السياره بالاضافه للروتر شويه ريسيت احيانا الروتر. هي دواسه البترول، هي دواسه بالماكينه. احيانا حدا بيفكها، احيانا بيجي جراج بوم بيغسلها ببنزين، بيغسلها بشيء، بتقوم انت بتعمل ريلون لتنزل الريلونتي تبع السياره الار بي ام، بينزل على 8 مرتين. هذه مهمه جدا، يعني سيارات كثير بيصير فيها هذا الثروتل بده عمليه ريسيت. الOBD هذا طلع بيعطينا بس علامه نحن تشيك انجن. السكان كامل ماشي؟ ها السكانين كامل ماشي. بدك سكان كامل في الاكس تو بي اس 7 بيسكر ال شو بتسميها هون، دبه البيئه. دبه البيئه، دبه البيئه، البيئه. وعندنا الستيرنج، الستيرنج انجل اللي هي اساس الستيرنج احنا بنسميه البوزيشن. هلا هو ستيرنج انجل لما بيركب على السياره وبينحط على الانجل تبعه مزبوط، خلص ما بعد بده ادابتيشن الا اذا انت شاري واحد جديد. بس اذا انت